الله أن يبرزوا قدراتهم فيه، والذين يشعرون أنهم يمتلكون القدرة في قد تقرر الآن بعد الدورة الأخيرة التي كما قلت نظمت أمس بفندق الرياض، والتي حددت موعدا للمؤتمر الاستثنائي وهو يومي 19 و20 مارس القادم إن شاء الله بمدينة الجزائر. الدورة جرت في ظروف جيدة وبمشاركة أغلب أعضاء المجلس الوطني. ناقشنا مستقبل الحزب، سيكون هناك حزب مختلف، حزب متفتح قادر على أن يقدم تصورات جديدة، آراء جديدة. وذهبنا أبعد من هذا حتى في مناقشة، وهذه نقولها لكم لأول مرة، مناقشة حتى الاسم بتاع الحزب.